ويمكن بتعمل ترند الدنيا زي ما بيقولوا، يعني ان متابعات كتير جدا جدا اي حد بيتكلم عن اكل، عن تغذيه، عن يعني تغذيه سليمه او غير سليمه، اي حاجه يعني اي حاجه فيها اكل الناس بتتابعها. لكن ازاي انا احافظ على نفسي من الهجمه الشرسه بتاعه السوشيال ميديا من الناحيه السلبيه فيما يتعلق بالاطعمه الغريبه اللي احنا بنشوفها، المقترحات الاكثر غرابه اللي بتتعلق بنظام انقاص الوزن اللي بيبقى على ايد ناس مش متخصصين او ناس عامله مثلا دبلومه بسيطه في الموضوع لكن مش متخصصه بالشكل الكافي فيما يتعلق بهذا الامر. يعني ما نلاقي طبيب بيعالج اوعيه دمويه وسكر ماشي ان هو يبقى ليه علاقه بالاغذيه او يهتم بهذا الامر، لكن لما نلاقي حد بيشتغل بس اغذيه برضو كان شيء غريب. وكان فتره من الفترات عرفنا ان في ناس كانت بتدي انظمه وناس بتخس على ايديها وبقوا مشاهير جدا قبل السوشيال ميديا حتى من التلفزيون، وهم اصلا ما لهمش في الموضوع. لكن معانا النهارده متخصصين هنتكلم معاهم في الامر بشكل اكثر تفصيلا للحفاظ على صحه المواطن المصري. دكتور تامر سلوم، استشاري التغذيه العلاجيه وطب الاسره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بك، صباح الفل يا فندم. دكتور تامر، يعني خارجين من رمضان ومن عيد ومعهم كورونا، يعني كله اكل في اكل، يعني الشخص ازاي يحافظ على نفسه بشكل ما يأذيهوش صحيا وما يحرموش من الاكل؟ مش معقول ببقى من اليمين قوي للشمال قوي، عايزين الحته اللي في النص، اوصلها ازاي؟ طيب دايما في حياتنا كده احنا ماشيين بفكره البلان والخطه، فما ينفعش ان انت تقول انا عاوز احافظ الا لما تبقى عارف البلان بتاعك ايه. انت وضعك ايه؟ طيب هل انا انسان عندي مشاكل مرضيه فمحتاج نوعيه اغذيه معينه؟ انا انسان سليم ومتاح ليا كل الاكل؟ انا انسان رياضي وعاوز ابني عضلات؟ فلازم نبتدي رقم واحد نحدد البلان بتاعنا. انا فين؟ انا وضعي ايه؟ البلان ده مش المفروض ان انت اللي تحدده، مش المفروض انت كشخص تبقى عارفه، انت المفروض بتلجأ لطبيب متخصص يبتدي يعمل لك فحص يشوف انت في انهي منطقه، انت محتاج ايه. بعد ما احط البلان، وده طبعا بيتم عن طريق ان انا اخد تاريخ مرضي بعد التحليل. انا في ناس كتير بتجي لي: دكتور انا كويس، انا ما عنديش اي مشكله، انا كل الفكره عندي 5-6 كيلو محتاج انزلهم، او العكس، انا بس محتاج ازيد شويه عشان ايه خدودي تبقى تمام، مش عارف ايه، البنت داخله على فرح، إيه الكلام اللي زي كده. تيجي تعمل فحوصات، الناس عندها مشاكل كبيره. من هنا نبدا النقطه بقى. يبقى رقم واحد انا لازم ابتدي بدايه البلان اشوف انا وضعي ايه. عرفت انا وضعي ايه، يبقى ابتدي اعرف انا رايح فين. طيب. انا المفروض اعمل ايه؟ طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، هو انا فاهم يعني ايه اكل؟ يعني انا عارف مكونات الاكل، عارف يعني ايه كربوهيدرات ويعني ايه بروتين ويعني ايه دهون، عارف مكونات كل حاجه، ولا الموضوع بالنسبه لي ايه؟ يا دكتور ده شويه تسالي، انا امبارح بس انا ما باكلش، ده شيبسي وشويه عصاير وشويه مش لا. لازم تبقى فاهم يعني ايه اكل ومكونات الاكل، البطاقه الغذائيه اللي موجوده على الاغذيه اللي احنا بناكلها لازم تبقى فاهمها. لازم تبقى فاهم يعني ايه نسبه سكريات عاليه، لازم تبقى فاهم يعني ايه نسبه املاح عاليه. فمن المنطلق ده نبتدي نتحرك، احنا عايزين نروح فين. فده يعني ايه كاجابه على السؤال ان احنا احنا المفروض نبدا ازاي. طيب دكتور تامر، احيانا الناس بعد لما تعمل التحليل اللي حضرتك بتقول عليها بيطلع شخص عنده مثلا نقص فيتامين دي او يعني المكون اللي بيجي من الشمس، من التعرض للشمس، ده ليه دور فعلا زي ما كثير من الاطباء بيقولوا في عمليه الحرق؟ ده حقيقي؟ نقصه يعني نقصه. وهو مش لوحده طبعا، في حاجات تانية. طبعا الغده الدرقيه ليها علاقه؟ من اشهر الاسباب، ولكنها مش السبب الوحيد. تمام. يعني انا دلوقتي لما باجي عايز اعرف حرق الشخص اللي قدامي ده كويس ولا لا، لازم ابتدي اقيم الفيتامينز بتاعته. نقص فيتامين ب يؤدي الى قله الحرق، نقص فيتامين د يؤدي الى قله الحرق، مشاكل في الغده الدرقيه تؤدي الى قله الحرق. حلو جميل، بس لا انسى الحاجات الاساسيه. البق المفتوح وقله الحركه. الناس فاكره ان هي هتقعد في البيت وتاكل كل اللي هي عاوزاه
وما تتخنش. طب منين؟ في ناس حظهم حلو بياكل. لا مش حظهم حلو، بياكلوا جامد جدا وما بيتخنوش. لا انا شفتهم دول. جميل. لا مش حقد بس استغراب. لا بس انت بتاخد لقطه. لقطه من حياته. تمام. اللقطه من حياته دي انت بتشوفه هو بياكل. الشخص ده بقى وهو قاعد في البيت ممكن هو يقوم يجيب كوبايه الميه ويرجعها. انت بتطلب كوبايه الميه وحد يجي يشيلها يرجعها. الشخص ده بيقوم يعمل كوبايه الشاي لنفسه وبعد ما يخلص كوبايه الشاي يقوم يغسلها. يعني ده مش مرتبط بالحرق العالي بعيدا عن النشاط الرهيب اللي الانسان بيبذله؟ خد بالك احنا لينا ديلي اكتيفيتي. المفروض الشخص الطبيعي من 5 إلى 8000 خطوه. هل انا بحقق ده؟ خالص. يعني انت لو بتجيب الساعه اللي بتعد ولا الموبايل اللي بيعد، هل انت بتوصل لل 5000 خطوه اللي هو اللي بنقول عليه المتوسط؟ الشخص ده بنقول عليه ايه؟ حرق متوسط. تمام. اقل من كده بنسميه سيدنتري، ده شخص اصلا ما بيتحركش كانه نايم على السرير. اكتر من 8000 خطوه ده بنعتبره شخص نشيط. الموضوع مش حظ خالص. الموضوع لا فعلا تراكمي. موضوع الحرق ده على فكره هو بيتغير تقريبا كده كل شهرين. مستويات الحرق عندي او حرق الطاقه او حرق الدهون بصفه عامه على 3 مستويات. هنعتبرها بالظبط كده بالحياه الطبيعيه، بالحاجات اللي احنا بنشوفها في الحياه الطبيعيه زي الصرف. حضرتك لو عايز تشتري ازازه لبن، تمام، هتدفع من جيبك مش بالفيزا. ماشي. طيب لو عاوز تجيب حاجات اكتر شويه اغلى شويه هتطلع الفيزا. طب عايز تجيب حاجات اكتر واكتر هتعمل ايه؟ هتعمل شيك او تحويل. طيب مستويات الحرق عندنا نفس القصه، في حرق جاهز على طول الاي تي بي ده اللي هو ايه، انا عايز احرك ايدي كده، انا مش مستني ادي اشاره للمخ ان يدي اشاره للدراعات عشان لا دي ده بيحرق بقى. دي حاجه موجوده اوتوماتيك. طيب الحرق رقم 2 اللي هو الحرق اللي موجود في العضلات وده على مستوى 8 دقائق 10 دقائق. رقم 3 الحرق اللي موجود بقى حرق الدهون ده على 20 دقيقه. ان انا بدات امشي 20 دقيقه فبدا الحرق بتاعي يشتغل. تمام. انا بقى لو من الشخص اللي متعود على الحرق وجسمي بيحرق وكل شويه بقى بتمشى وبجيب ال 8000 خطوه، الافضليات عندي بتبقى في حرق الدهون مش حرق السكريات، وبالتالي تبص تلاقي الشخص ده ما بيجوعش. طب دكتور ليه احنا ما بنعملش تحاليل ونطمن على نفسنا الا لما نقع؟ ثقافة. ما عندناش فكرة الفولو اب. دي فكرة يعني؟ طب هقول لك حاجة، أنت بتروح لدكتور الأسنان أمتى؟ أما أسناني توجعني. عمرك رحت للدكتور تقول له بص أنا عايز أعمل فولو اب؟ ما ينفعش أبقى نموذج سيء كده فأنا لسه أسناني بتوجعني. تمام؟ أحيانا حتى أنت تروح للدكتور تقول له أنا عامل فولو اب يقول لك يعني هو كاسة مال، يعني اللي هو أنت جاي ليه؟ أنت فاهمني؟ ليه؟ لأن الثقافة دي مش موجودة، وعشان كده نشأ علم التغذية. يا جماعة لا نبتدي نبص حتى أبسط، خد بالك ما تفتكرش إن الأكل ده دي حاجة أنا دايما أسميها الخطيئة الحلال. الخطيئة الحلال، ليه؟ لأنه هو حاجة حلال ولكن من الإسراف فيها بقت خطيئة. فاحنا لسوء تقديرنا لموضوع الاكل وفاكرين ان هو حاجه صحيه وان المفروض ناكله بقدر كبير وبكميات كبيره، وصلنا لمرحله ان احنا بقى عندنا مرض. الاكل ده لازم يبقى زي الدواء بقدر معين. سؤال يا دكتور عشان ده مهم برضو لمعظم الناس اللي بتعمل دايت، احيانا الواحد لما يجي ينظم اكله او يعمل رجيم بشكل او باخر بيبقى عنده صعوبه قوي بيبقى عنده امساك باختصار، يعني لاي مدى الانظمه بيبقى لها دور في ده؟ الحاجه الثانيه كثره الملينات هل هي بتضر عند الشخص اللي بيعمل ده؟ الحاجه الثالثه سمعنا مؤخرا برضو عن طريق السوشيال ميديا حاجه اسمها الفضلات البرازيه، يعني بتبقى متكونه ومتحجره موجوده فبتؤدي ان انت تطلع على الميزان تلاقي نفسك وزنك تقيل مع انك انت ما بتاكلش بقالك 5 6 ايام مثلا. حلول ده كله ايه يا فندم؟ طبعا ده ما بيحصلش غير في الانظمه الغير صحيه. بمعنى انا عشان يحصل لي امساك لازم اقيم 3 حاجات. كميه الميه اللي بشربها كل يوم وهي كده بحسبه بسيطه وزنك في 30 تطلع بالملي لتر. يعني انا وزني 100 في 30 ده 3000، يعني انا المفروض اتليست اشرب 3 لتر ميه من 3 ل 3 ونص. طيب دي رقم 1. رقم 2
كميه الالياف اللي انا باخدها. الناس نسيت فكره السلطه والخضار والفاكهه والحاجات اللي زي كده. انا ليا قدر معين من الالياف اللي المفروض استخدمه ما يقلش عن 30 ملي جرام، وده لو باكل خضار وسلطه بالقدر الكافي اللي احنا بنقول عليه من 8 ل 10 حصص. تمام. هتبص تلاقي انا ما بيحصلليش امساك. تمام. طيب رقم 3 قله الحركه. القولون بيتاثر بالاكتيفيتي بتاعتنا اللي احنا لسه بنتكلم عليها اللي هي من 5 ل 8000 خطوه. طيب الفضلات دي اصلا بتتكون ازاي؟ لو عليك ان تتخيل ان البراز بيتكون نفس قصه المطبخ، هي ارفف موجوده فالرف بيتكون عليه فضلات ورف تاني يتكون عليه فضلات. عدم وجود الميه والالياف بتخلي القولون ما ينتفخش بالقدر الكافي فما يطردش ده. فدي اول علامه من علامات ان انا ماشي على نظام غذائي غير صحي. أو ما بشربش مية أو حركتي قليلة. طيب استخدامي للملينات لفترة طويلة دي بتنقلني من إن أنا بقى عندي إمساك لفترة معينة إلى إمساك لمزمن، وده اللي ممكن تعمل لي مشاكل فيما بعد في القولون. فطبعا دي شيء مش صحي ومش يؤكد ان انا ماشي على نظام صحي خالص يعني. تمام. طيب دكتور، فكره ان انا شخص اروح اجيب انظمه من على النت واقعد اطبقها على نفسي من خلال مثلا اطباء مشاهير او مبتدئين، يعني غالبا المبتدئين اللي بيحطوا الانظمه دي علشان خاطر يعني يعمل لهم صيت او يحصد بقى اعجابات او لايكات زي ما يسموها من على المواقع المختلفه، وبالتالي يبقى ياخد العلامه الزرقاء اللطيفه فيبقى راجل مشهور يبتدي بقى يتصيد بعد كده يعني. هل ده سليم اللي بيعمله هذا الطبيب والشخص اللي بيعمل ده او الدكتور المتخصص في هذا الامر؟ ده كلام سليم؟ الحاجه الثانيه، مش الشخص المفروض يجازى على ان هو بيعمل اي حاجه في اي حته، ولا لازم يقول يعني يكون شخص امين زي ما حضرتك قلت لنا بامانه كده، انك لازم تعمل تحاليل طمن على نفسك الاول واعرف ايه اللي ناقص عندك، الا كمله يمكن يطلع عندك السكر فجاه ما اقدرش اديك حاجات معينه او اديها لك بنسب معينه. يعني التعامل مع السوشيال ميديا كانه هو واقع، كاني قاعد بتكلم مع حضرتك كده مع دكتور تامر، ده كلام سليم؟ لا طبعا. بص، النظام الغذائي احنا بنعتبره ورقه. المتعارف على النظام الغذائي انه ورقه. النظام الغذائي مش ورقه، النظام الغذائي ثلاث محاور او ثلاث مكونات. تمام. المكون الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه الايفالويشن، التقييم الصحي. المحور الثاني انت عاوز تتغير لحد فين. في حاجه عندنا كده اسمها في علم طب الاسره اسمها الايس. انت جاي عندك افكار ايه؟ عاوز تتغير لحد فين؟ متوقع ايه؟ ماشي؟ استعدادك للتغيير ايه؟ انت في اي مرحلة من المراحل الخامسة بتاعت التغيير؟ جميل؟ تمام. مشكلة الناس واللي هم تقريبا احنا بيمثلوا 40% من الناس ان هم في مرحلة انا عايز اتغير بس مش عارف امتى. معظمنا هعمل دايت بكرة. هي حاجة محسوبة كده تقريبا 40%. ابدأ من يوم السبت كده الكلمة عادية. فبيبتدي يجمع معلومات فيجي تحت ايده نظام فيقول لك ايه اما اجربه. ليا مقولة مشهورة كده تمام، خد المباح وما تاخدش المتاح. يعني انا ممكن يكون النظام ده متاحة بس ما ينفعنيش. دايما الدكتور هو اللي يختار لك النظام مش انت اللي تختار النظام. بيختار لك النظام بناء على استعدادك للتغيير ايه، شغلك. مش كل الأنظمة تناسب كل الناس في كل التوقيتات. بمعنى الناس اللي محتاجة تالنت عالي أو مجهود بدني عالي، الناس دي ما ينفعش تحرمها من الكربوهيدرات بصفة كبيرة. الناس اللي عندها حساسية إنسولين، الناس اللي قاعدين في البيت فترات طويلة اللي حركتهم قليلة، دي ينطبق معاهم حتة اللو كارب أو الصيام المتقطع. طب هل أنت تعلم ذلك؟ هل أنت عندك خبرة بكده؟ لا، نحن نعيش حياة واحدة. فما تجعلش الحياة دي تجربة على نفسك. صح. الجأ للطبيب. احنا بس بنستسهل ان هي ايه الموضوع على الفيسبوك اما اجرب النظام ده. لا، ما ينفعش حاجة اسمها اجرب النظام ده. النظام موجود وممكن يخسسك بس ممكن يعمل لك مشاكل واعراض جانبيه. يعني الانظمه الغذائيه الخاطئه ممكن تجيب المرض؟ يعني ممكن طبعاً. تجيب السكر مثلا، تجيب لك مشكله في القلب، تجيب لك مشكله في الشرايين، ممكن ده تجيب لك مشكله في القلب. وارد، وخاصه مع استخدام الادويه اللي بتعمل مشاكل. تبوظ الغده وتعمل مشاكل في الغده وارد. النزول السريع
بطريقة غير صحية، وارد يعمل لي مشاكل في الكبد وكبد دهني. ففعلا أنظمة الكيتو برضو إن ما استخدمتهاش مع متخصص وارد إن هي تؤدي إلى الوفاة، مش على قد بقى مشاكل صحية، لأنها بتعمل حاجة اسمها ريفيدينج سندروم، اللي هو طبعا المصطلح ده بتاع الريفيد ده ما نزلش، يعني مش موجود إلا في مصر. ما فيش حد في كيتو بيعمل ريفيد، هنا بس في مصر اللي بنعمل ريفيد، تمام؟ فبيؤدي إلى الوفاة لأنه بيعمل مشاكل وخلل في الأملاح. ما بيتكررش النظام ده يعني؟ ما بيتكررش، بمعنى يعني بيتعمل مره واحده المفروض لمده معينه وما كررش. مليان دهون خالص وحاجات تجيب الكوليسترول وحاجات تجيب عقد. هقول لك حاجه، هو ممنوع العيش وممنوع السكر وممنوع التفاح وممنوع انتحر يعني. هو بالرغم ان هو بيرفع الكوليسترول اول 6 شهور لكن بعد كده بينزله. تمام، بس الفكره هو انت ستارت يعني امتى تبدا في الكيتو اصلا؟ تمام. رقم 2، الاصعب من الدخول في الكيتو هو الخروج من الكيتو. انا عارف طريقه ده عامل زي الكورتيزون بقى. ايوه بالظبط. انت عارف احنا عندنا مشكله بصفه عامه في مصر تتلخص في كلمه المينتيننس، الحفاظ على النجاح، الاستمرار في النجاح. احنا بنعلم دايما ولادنا او احنا دايما عندنا تارجت معين ليه احنا ننجح. عايزك تطلع الاول، عايزك تطلع مش عارف ايه، لكن المينتيننس تحافظ على النجاح، تحافظ على الاول، لا ما بنسمعش عنها. وهو ده الفرق بيننا وبين بره. انت الخطه اللي معموله ان انت تطلع الاول، مش تكمل طول عمرك. بس انا اتكلمت على حاجه مهمه في وسط الكلام، يعني فكره الحفاظ بترتبط بانت بتشتغل ايه او بتعمل ايه، البيئه المحيطه اللي حواليك عامله ازاي. بالظبط. طب في نفس الموضوع اكيد هيبقى في الدايت، البيئه المحيطه اللي حواليك اكوله، يعني انت اكيد حضرتك هتلاقي في اسره بتجيلك بدينه كامله، ربنا يكون في عون الجميع. فبيبقى في شخص بيعمل دايت وعنده عزيمه واخواته قاعدين ياكلوا طول الليل والنهار. طيب فالبيئه بتبوظ الدنيا كلها. زي ما اتفقنا في حاجه اسمها ايه؟ سايكل اوف تشينج. هو واحد ناوى يتغير، هو في اي مرحله. جميل؟ ده احنا بنقيمه. طيب بتجيلي ام مثلا تجيب لي ابنها اوبيز مرحله ثالثه، ماشي؟ اللي هو بنقول عليه موربيد اوبيزيتي. يا دكتور بياكل كتير. طيب ابص لماما، ماما مليانه. ماما اللي لازم تبدا الاول. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. ده تعليقا على حضرتك بتقول. طيب. لا انا ابدا من السورس اللي هو هيكون سبب النجاح. يبقى ابدا بماما وبابا. اوتوماتيك 3 4 اشهر هتبص تلاقي الاطفال دول بداوا يتظبطوا. طيب انا عشان طب احنا كلنا كبار. والله للاسف لازم نعزل نفسنا شويه عن المجتمع. ازاي؟ انت لما بتروح الجيم الناس اللي هناك هدفها ايه؟ توصل لجسم صحي ومثالي. صاحب الناس دي بقى. يبقى انت لما تبدا دايت صاحب الناس اللي عندها نفس هدفك. مش الناس القريبين منك في السكن او قريبين منك عشان هم قرايب. يبقى لما صاحب الناس اللي ليهم نفس التارجت بتاعي هوصل. لكن مشكلتنا ان احنا اجتماعياتنا اكتر. ده النهارده معزومين عند حماتي وبكره عند ماما وبعده عند اختي وبعده وهم بعد كده. كلهم اصلا وحش وكتير، بس دي الفكره يعني. مش كلهم بيطبخوا حلو يعني. عزومه ولازم خلاص بقى. فطبعا البيئه ده احنا بنصنف كمجتمع مصري ان احنا بيئتنا بيئه تساعد على السمنه. بس البرامج بقى اللي زي كده هي اللي بتوجه. بدات تدي فكره للناس احنا المفروض نتصرف ازاي، ناكل ازاي. الناس بقى عندها وعي. اي نعم لسه ستيل عندهم التكه المصريه بتاعتهم، ان كل واحد بيقول الحته بتاعته، تمام، كل واحد بيقول النظام بتاعه. ولكن لما بدانا نخبط على الباب ده وبدانا برامج تتكلم بطريقه متخصصه، بدات الناس تعي لا ده في فرق. الموضوع مش موضوع ورقه هفتح واجيبها وخلاص، لا ده احنا فعلا في انظمه معينه. يعني انا عندي واحد بيقول لي ايه، انا اول مره اعرف ان الموضوع سهل كده. انا فاكر ان الدايت حرمان، انا باكل اكتر من اللي انا كنت باكله بس بطريقه منظمه. والتكاليف عشان الناس برضو بتوجهت بالموضوع. ما هو بص لما تروح للدكتور يعني احنا الافوكادو ده طول عمره يعني فاكهه مش مركزين معاها،
اول ما دخلت في الدايت بقت بسعرها بالشيء الفلاني، مش عارف ايه بيقي من ايه، فبقى مش عارف يبقى عامل ازاي، فبقينا بنصيط الحاجه عماله على بطال واسعارها عماله تعلى. وفي النهايه احنا بنشكر حضرتك على اي حاجه يا دكتور، والله على المعلومات الجميله القيمه دي. دكتور تامر سلوم استشاري التغذيه العلاجيه وطب الاسره، شرفتنا في الفقره. مشاهدينا